خيي أنا عايش بلبنان، عندي سيارة ببابان، شبح بالمعاملتين وشارع الحمرة كمان، من كترة النسوان ضارب فيي الهريان. وبعدين ايه روق حبيبي عندي الحال، خلينا نشوف لا يمل. حب عرفكن عشبان، هني صحبي من زمان، بين فلان وبين علتان، ليك بقصة بالألوان، فكروا معنا يا إخوان، شو طبخين هالاثنين. يا عين لا حميم ولا ترغل، حابب تعرف لا يمل. حاطت دش عالبلكون، بضل ميطق بالصالون، حامل بإيد الريمون، عم قلب من هون لهون، وجه بوجه التلفزيون، حمد لله اللي خلقنا هون. لا 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 باردون، خير الكلام ما قل ودل، ولو لا يمال. عم شمين شافه غار منه ابو شفرة، قال له انا هلا بدي مثله، بدي اختها هيدي الموتور. والله قام اخده لعنده لهيداك، وجاب له خرط له خرط له موتور جديد، وعمل له وحده 1100 بتقول كانها اختها لهيديك، ونزل فيها وصار يبقى وين مشي فيها على الحفه. انا طار عقلي، زق عقلي كيف واب 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 على دولاب. جنني عم بقول لك عرب، جنني. شو اخوك هذا؟ مين بيمشي على 1100 واب واب على دولاب واحد؟ شو يا قشطه يقبوش؟ عيب شو عليك؟ شو عم لك؟ عم لك يقبوش؟ لك من العالم دخيله انا يقبش. عرفت كيف؟ مين عاد غار منهم؟ ابو نمله. قام قال لهم بدي وحده مثلها، بس ما لقوا له مثلها، جابوا له 750. بس هيدي 750 اوحش من 1100. ليه؟ فعاليتها اكبر. ليه؟ صار يقبع الدولاب الادماني مثل هيدا تبع ميشن امبوسيبل. واب 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 ويرجع يشيل دولاب دولاب واب 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 ويلحقون. عم بقول لك الدرك زعران زعران. شو بدك تكونوا؟ يا قشطة يقبش. عم نقول لك يقبش. ايه وين ده؟ وين كنا؟ انت شو عاد عملت بالموتور تبعيتها؟ وين سرقت البيت زمان؟ سرقت ايه؟ لانه انا اذا ماني غلطان شفتها مع واحد شاب صاحبنا هونيك بالمنطقة. هي شو لونها؟ رمادة؟ ايه جردون. جردونة هيدي هي. لا محفوفة على الشمال، عملت الشمال ايه؟ انا زحت عليها. انت زحت عليها؟ حتى عورنا حالنا فيها كمان. كسرت اجرك وقتها. مزبوط. يا دخيله انا يقبش. وما بتستحي؟ شو عم نقول لك؟ عم نقول لك يقبش يا قشطة. ما عندك اخوه بنات؟ في بكره نعرفك عليهم. ولو هلا بفرجيك. يقبش. هلا بنشوف شو بدك تفرجينا. عرفت كيف؟ بعدنا رحنا لهونيك، قعدنا ارجلنا عندهم. صار حلو كتير كانت. يعطيك العافية يا فندم. أهلاً الله يعافيك. في شاب أزعر جوا قاعد بالجنينة ومبلش يلطش بالبنات كله، وهيئته مو مخلى بنت من شره. عمل؟ هون عنا بالجنينة تحت؟ نعم تفضل شوف. تفضلي قربي معي، نحن شغلتنا نحفظ الأمن ونحافظ على بنات العالم. تفضلي. واب 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 واب. عفواً عم بخبرك كيف عدولاب عدولاب عم بغير فيتيسات عدولاب واحد. واب 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 واب. صار على المنطقة كلها. قام شو عاد عميل؟ عاد باع لانه قال زهق منها. شو جايب محلها؟ كروس. الكروس وحشه. اي واحد منهم؟ هيدا اللي لابس جاكيت بنيه واقف منه لميعه. هذا اللي حط عوانات، انا كمشته وقع بايدي. هلا ليكي بدي منك شغله. هلا انت بتمشي قدامي، خليه القط والجرم المشهود، خليه شوف شو عم يقول لك وطب عليه. يكون معي دليل، ما فيني هيك يدكم الحبس. يلا قربي روحي لشوف، انا حاميكي، نحن بحمل مواطن هون. عجله موبيلات بلا بس بيع، لانه ضايق من ريحه السقايه. يقبش. شو يا قشطه؟ بس 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 وقعت الواقعه كمشتك. شو واخيرا كمشتك. شو بك يا افندي؟ شو بك يا افندي؟ شو بك؟ معلش نزل ايدك شوي. ايدك ما بتقول نزل، انا اللي بحكي. معلش ارخينا يا لك. وقافاً شو عم تقلها المخلوقه؟ عفوا شو عم تقلها المخلوقه؟ شو عم بقلها؟ ما عم بقلها شي خي. معلش ما عم بقلها شي. ليك ما تنفخ وترخي وتعمل لي شو معلش. احكي شو عم تقلها بقى؟ يا خي ما عم بقلها شي يا افندي. معلش اتركنا، معلش ماني مقطوع من شجره انا. معلش كنا نحن عندنا ظهر كمان.
لا هذا الحديث ما بينحكى معك. معلش يا افندي ما عملنا شيء نحن غلط. شو عم تقلا؟ عم نلطشها البنت. شو عم نقلا؟ عم تلطشها؟ عادي ما كل العالم بتلطش. منيح. شو عم تقلا بس؟ عم بقلا يقبوش. شو عم بقلا؟ غلط. هيدا المسموح؟ لا هيدا ممنوع. ليه؟ فهمت؟ ليه عم بقلا يقبوش؟ شو فيها؟ شو عم تقلا؟ عم بقلا يقبوش يا افندي. هيدي الكلمة ممنوعة. يا خيي ليه ممنوعة؟ ما بتعرف شو بتعني هاي الكلمة؟ شو بتعني عم نقلا يقبوش؟ طلع فيها. فكك الكلمة اللي عم تقولها. كيف يعني؟ فككها للكلمة. شو بدي فكك فيها يعني؟ ليك ما تقولها. قول شو قلت. اصحك تقول. قول شو قلت. شو عم تلطشها؟ طرنا معك. منقول ولا ما منقول؟ قول يا خيي. قول مرة بس. يقبش. ها؟ غلط هاي الكلمة. ليه؟ هيدي سياسة. كيف سياسة؟ شو كيف سياسة؟ شو 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 النسيج؟ شو عم تقول؟ رح يجنني. شو عم تقول؟ يقبش. ايه؟ اول حرف شو؟ يق. ايه الثانية؟ بوش. ها؟ غلط. بوش. عم تقول بوش؟ لك شو فيها؟ لهادي سياسي ممنوع تقول بوش. طب شو بدي اقول يعني؟ شو عم تسوق له؟ مالك شايف شو عم يصير؟ بوف 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 بوف. شو بقول لها؟ يو بلير. لك ايدي كمان ممنوعه. طب معلش رخي لنا على الكنزه والجاكيت هلا شوي يا فندم. تتنطي. عم بقول لك قدامي طلع فيها ما احلاها. بيقولوا لها غير شيء. شو بيقولوا لها؟ الا مثلا لك شايفها شو لابسه الوان؟ الا مثلا يسلم لي الابيض ما احلاه مثل التلج على صنين. يسلم لي هالشعر الاشقر. ادعسي لي بقلبي. طحني لي عظامي. طحني لي عظامي مثلا. هيك كلمات. امشي على كتافي. طيب. ريتك تقبشيني قبش. طيب. هاي قبش. مش هيديك. يقبش. لك ما تقولها. برجع بيقولها. طيب خلص ما راح نقولها. هيدي سياسي ما بيصير. طيب خلص ماشي الحال هلا. يلا لطش لشوف الدم. دخيله ما اطيبه. ها شفت ما احلاك. هلا بتعجبني صرت. حني لي عظامي. ايوه هيك بيمشي الحال. يلا فتكم بعافيه. اهلا. شو عامل ليلى يا عسل؟ يوبوش. الله لا يوفقك. رجعت انت. والكابل بالاسباش. والكابل بالاسباش. شنو قلبت من عسلاش. واسفين العلمات باله. واسفين العلمات باله. وش بس بالعسبس كالكون. وش بس بالعسبس كالكون. طالوا على مسكوك. دخيلك. اي. دخيلك يا وطن. طول بالك. طول بالك يا وطن. دخيلك. لا يا وطن. اي اي اي. وطن دخيلك. اي. طولي. رجل. طول علينا يا وطن. شو عملنا يا اخي؟ وطن كتمك. يا خي شرح تشلي زلعومي. شلي الخشبي من هون. يا وطن اذا بتريد بعض. ولكن. يا خي ما حكينا شيء طيب. بص. يا خيي طول لي بهلك الله يخليك. وطن معلش بلزم منك خيي. فيني احكي كلمه؟ كيف؟ فيني احكي معه لصاحبي شوي؟ خيي لحظه. نعم يا خي. خيي هيدي المظاهره شو كانت مظاهره هيدي؟ شو؟ هالمظاهره شو عن شو خيي هالمظاهره؟ يا خي شو بعرفني لقيتهم ماشيين قمت مشيت معهم رندحت لي رندوحتين قاموا صاروا يردوا وراي. شو دخلنا يا وطن؟ ما خصنا احنا. رد لك يا خي والله ما خصنا. تعالوا شو؟ وين سيئة العالم وسيئني معهم؟ شو عم تحكي كنت؟ يا خي ما عم بعرف. ما انا قلت هيك يعني بترق لي موالين بيقولوا معي. انا عارف هيك بدها تصير. شو ما عامل؟ انت مش عامل مظاهرات قبل؟ اول مرة بفوت بمظاهرة يا خي. الله لا يوفقك. لوين جايبني ولي انا علي المشي معك؟ انا ما عم بفهم شو عم تحكي. خلوني يطلبوا لنا شاي. ليك شو؟ إذا في 10 عصافير على الشجرة إيه؟ طار 2 قدي بقى؟ حسب على أي شجرة؟ حيالله شجرة طار قدي؟ 2 10 8 إيه مزبوط 8 عفيف. طب إذا هول الاثنين اللي راحوا رجعوا معهم حمامة أم عدوا فلوا العشرة عصافير مين بقى على الشجرة؟ إذا هول الاثنين شو؟ جابوا حمامة وإجوا غطوا إيه وعدوا فلوا مع الثمانية فلوا العشرة عصافير وفلوا تركوا الشجرة مين بقى على الشجرة؟ عصفورتين وحمامة معهم. لا ما العصفورين فلوا مع الثمانية. مش غلط مزبوط. مين بقى؟ بقى الحمامة. ايه دخلك انت ليش كل ما اسألك سؤال لحتى تجاوب بتحك براسك؟ بك شي؟
لا بس عادية انه واحد هيك تكون عم فكر، يعني انه واحد بس بده يفكر يحك راسه هيك على اساس لا شعوريا، يعني ضروري يحك راسه الواحد كل ما بده يفكر؟ هلا هي مش ضروري بس مثاقبي هيك، يعني هلا انت عامل لي حالك فهلوي كمان، ما سألت حالك هالسؤال انت؟ كيف؟ ليش الواحد بس بده يفكر بحك بشعراته؟ سألت حالك وطلع معك ليش؟ لا لا يمال. لا يمال. وإنني اليوم ومن على هذا المنبر أعدكم جميعا أننا سوف نقضي على هذه الظاهرة التي أخذت حيزا كبيرا من همومنا. إن السلطات المعنية سوف تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وسوف نداهم ونعتقل كل من تسول له نفسه بالإدعاء أو بالاختباء وراء ملامح تدل على أنه من عبدة الشيطان. وإني أقول لكم جميعا أنه وخلال فترة ليست طويلة أننا سوف نقضي نهائيا على هذه الظاهرة التي سوف تصبح في خبر كان. مع احترامنا لمختلف المبادئ والمعتقدات، وشكرا لكم. أعزائي المشاهدين، مثل ما بتعرفوا أنه نحن أول ناس بنسبق الحدث، ونحن هلأ معكم من أمام مبنى منزل أحد المشبوهين أنه هو من عبدة الشياطين. هلأ السلطات المختصة ألقت القبض عليه جوا، ورح تطلعوا رح يكون معكم بالصوت وبالصورة قدامكم، ما في شيء على وجهه، ما في تزييح، ما في أي شيء، رح يحكي ورح يقول ورح نستنطقه أنه كيف هو من عبدة الشياطين. يا لطيف يا حوي ظهر. أعزائي المشاهدين، لحظة معكم بس. لو سمحت، كيف بتبرر انك انت من عبد الشياطين؟ شو تعليقك على هالشي؟ عفوا، شو بك؟ ليه خايف؟ ماني خايف، بس انت كيف شو بتعلق عليه بقى؟ ليه مرعوب؟ لا ماني مرعوب. قول قول قول. بس خليني اوضح لك شغله. شيل ايدك عن كتفي. بدي اوضح شغله كمان للراي العام. ايه روضح. وللمسؤولين كمان. تفضل. انه انا ماني من عبدة الشياطين. اي منك لابس قميص اسود. شو مين ما لبس قميص اسود صار من عبدة الشياطين؟ أنا شاءت الظروف إنه بالزمانات من زمان، نعم، لبست هاي القميص وما صار لي وقت أرجع أغيرها يا خي. طيب عال القميص الأسود وفهمنا. ليش ناتع دقنك هالطول وشعرك هيك على كتافك لتحت على ظهرك صار؟ معك حق. أنا معك، ما خليني كفي لك. أنا بالزمانات خي، بالزمانات قديم مثل ما عم بقول لك، لبست هاي القميص وما صار لي مجال غيرها، وأنا كان عندي شفرة بالزمانات بس جنزريت وبطلت إش لا دقني، والمقص اللي عندي جلبطه شو اسمه أطرافه بطل يقص شعري. هو إجمالاً أنا ما بقص عادي، بروح عند الحلاق، بس أنا من زمان يعني قعدت بالبيت وما ظهرت لأنه ما صار لي مجال أظهر، روح عند الحلاق وظبط حالي. طيب عال بررنا وجودك بالبيت، يعني إنه ليش قعدت بالبيت وما ظهرت؟ تبه يا ابني أنت تبه. خيي لقلك شغلة، أنا من الناس يلي بيتابعوا دايماً زاهي وهبي. شو خص زاهي وهبي بالموضوع؟ برنامجه خليك بالبيت، مع بالزمانات اول ما بلش فيه على تلفزيون المستقبل وانا متابع له كل حلقاته. هلا اول ما بلش ببرنامجه قالنا خليك بالبيت، قمت انا بقيت بالبيت لانه بحبه كثير لزاهي. اوكي. مشان هيك انه ما عاد صار لي مجال اظهر برات البيت، لا لاش دقني ولا لاقص شعري ولا حتى انه غير قميصي. ولو ما سنحت لك الفرصة انك تطلع على القليل هيك تكي وتطلع تشتري عدة الحلاقة، معقول؟ ما في مجال، لانه انا من متتبعين الاستاذ زاهي حتى بالبروموات تبعوله، بنطر البرومو. اوكي. خليك بالبيت. طيب ممنوع الغلط، عد بالبيت، ولا على اساس ناطرين انه قال يمكن بده، يمكن على اساس انه لا يوقف برنامجه ان شاء الله يسحب بعد. ايه ان شاء الله يسحب بعد اكثر. طبعا انا مستعد شعري يصير على الارض شرحيت، بس انه يضل زاهي، بس انه اذا صار له مجال مثلا يوقفوه شوي بس لنقص شعرنا ونحلق دقنا، بس لانه عم فكرين مع عبدة الشياطين. طيب على كل حال هي حتى بوطه اسود كمان. على كل حال هلا التحقيقات الامنيه اللي رح تصير معك هي بتقرر بالاخر. في سوء تفاهم، فيني اقول لك في سوء تفاهم. انا على كل رايح هلا مع المسؤولين، نعم، نوضح لهم هالشيء، نعم، هونيك بالمخفر، وعلى امل يردونا قبل الثلاثة هيك. معلش لو روحنا علينا البرومو إيه؟ بس ما روح علينا الحلقه. اوكي طيب هلا
طيب خدوا في ريحه كمان. في لطيف المايك يا لطيف. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا التحقيقات رح تاخد مجراها، وانتم بتقرروا اذا هالشخص هو من عبدة الشيطان ولا لا. انطرونا مع اي ملحق جديد بيجي. شو مروان طلعتني بالكادر؟ فيك تذكرني باسمك؟ عفوا اسمك شو اسمك؟ عادل كرم سيدنا. عادل كرم؟ نعم. حسب التقرير اللي قدامي هون، نعم، ما في شيء بدل على انه شيء انت عامله اسمه كرم. كيف يعني سيدنا؟ كيف يعني؟ لانه التهم الموجهه اليك يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. شو عملت انا سيدنا؟ انت شو عملت؟ انت ما مخلي شيء الا ما عامله انت. انا ما عملت شيء يا سيدنا، هذه كلها افتراء علي شخصيا، انا بريء. ما بسمح لك، ما في شيء افتراء هون الحق بياخذ مجراه. بعرف، عراسي الحق سيدنا، بس انا اللي عامله كل الناس بتعمله سيدنا. لا، مش كل الناس بتعمله، الناس الاشراف ما بتعمل هيك، بس انت 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 انسان سافل، انت من سفلة الاوباش انت. ممنونك عليك. ممنونك انا يا سيدنا، ممنونك. عيب الشوم. ممنونك انا ممنونك. ما بعرف شو ما تشكرني، خليه يعني انفراد لشوف. انفراد؟ عم سيدنا ليه بدك تحطني بالانفرادي؟ ليه بتحطك؟ انت كان لازم يعذبوك انت. يا سيدنا يا عم حرام عليك، انا ما عامل شيء. انت ما عامل شيء. انت ما عامل شيء. ما عملت شيء يا سيدنا، بعدين بدك تحطني بالانفراده؟ انا سيدنا معلش فيني اطلب منك طلب رحمه؟ تفضل. ما تحطني بالانفراده، لانه انا معي فوبيا كلوستروفوب. بعبئ يعني ممكن روح فيها يا سيدنا. اذا في مجال معلش اعتبرني ولد من اولادك. بس فشل برقبتك وين ابني انت؟ اعتبرني طيب شفقة علي، وحطني مع حدا، يكون في معي حدا بتوانس انا وياه سيدنا، بس ما تحطني انفرادي. طيب كن ممنونك انا يا سيدنا. طيب خذوا حطوا بالزنزانة رقم 6 في هونيك شخص بتوانس انا وياه. ممنونك انا يا سيدنا، بس انا بريء. يلا بريء يا سيدنا. انا هيدا عم يلا لا بعد فوتوا ليه؟ شوي يعطيك العافية. صلك زمان هون؟ دخلك شو تهمتك؟ أهلا عدولة. شو عم تعمل هون وليه؟ كيف عدولة؟ شو عم تعمل هون؟ أنا جاي وراك عدولة. شو جابك على الحبس؟ دخلكم ظهروني. لوين خليك عدولة؟ بعد عني يا سعيد. أنا بحبك عدولة. يا سيدنا خدني قعدين دخيلك. لا ما تعدمو سيدنا. يا مرة الانفرادي والفوبيا. خليك عدولة. اتركني سيدنا. مرحبا. اهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك؟ منيح. ماشي الحال؟ ايه تمام. بدي اسألك شغلي معلش، كلمتين ورد غطاهم. مين انت؟ ايه؟ انت مين؟ هلا بتعرف مين؟ مين انت؟ خلص هلا تاخذ وتعطي معي كثير، هلا بتعرف مين؟ بدي اسألك شغلتين بس. لحظة بوليس شي؟ لك أي بوليس؟ خلص هلا شو جاي تنمر علي بوليس وموليس؟ طب شيل إيدك لك. ما رح شيلها، هيدي محلها هون حبيبي. معلش خيي شيلها هيدي. لك إيدك ما تعذب حالك، هي محلها هون والعازة. ليك خيي كلمتين ورد غطا هون. أنت حضرتك اللي عم تلفلف حول البيت، واللي عم تلفن لمرتي، واللي عم تعطيها مواعيد، واللي عم تروح وتيجي أنت وياها، وآخر شي لطشتها مني وتجوزتها. نعم حبيبي. ما بدي أعيد كثير، الله يرضى عليك. حضرتك اللي عم تلفلف وعم تلفن وعملت كذا موعد واخر شيء لطشت مرتي منه. مين مرتك؟ شو مين مرتي ولا؟ ليش كم وحده اخذ انت حبيبي؟ انا ما اخذ شو؟ مين 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 انت؟ لا خي هلا انت مين اخذ؟ خي شو بدك هلا انت؟ شو بدك؟ مين مرتك؟ انت والله ما انت لا اعرف بس. خي معلش شوي ايه؟ مين مرتك؟ مرتي ولا؟ مين مرتك؟ سوسو؟ نعم. ما بعرف حدا. هلا ما تلتوا تعجن معي، انت والله ما انت. مين سوسو؟ يا حبيبي سوسو. سوسو شو بك؟ قل لي انت والله ما انت.
سوسو عفاف يعني؟ أي سوسو عفاف؟ سوسو عفاف ولا حرفة منها؟ سوسو ميت سعاد؟ لا سلوى؟ سلوى هلا عرفتها؟ أنت ولا ما أنت ريحني وقلي بس تعرف إذا أنت ولا لا ما بعرف عن أي سلوى عم تحكي هلا أنت ما بعرف سلوى أي سلوى الضعيفة؟ لك أي شو أي سلوى؟ إيه هي الضعيفة في غيرها ليش؟ الشقرة يعني؟ لك الشقرة عفاك عليك نور أنت ولا ما أنت قلي هلا أنا عارف حالي شو بدي أعمل ايه انا كنت جوزة سلوى ايه سلوى طقها هالجوهرة انتي والله ما انتي ريحني بقى خي معلش في سوء تفاهم شوي يا خي ما في سوء تفاهم ولا شيء واضحة متل عين الشمس انتي والله ما انتي ليه معصب معلش ناخذ ونعطي مع بعض ما رح اخذ واعطي معك بدي كلمة يا ايه يا لا انتي والله ما انتي كل الادلة بتقول انتي ولا لا خي ايه انا انت ممنونك يا حبيبي ريحتني منها الله يريحك منها الله يبليك فيها اكثر ما كنت مبلي فيها انا هيك بوسك اسمح لي بهالرقصة لا يمل لا يمل خلصنا غدا هلا انا وبطرس وجايين صوبك ايه مرقنا ناكل لقمه حتى ما نجي هيك لانه انا بيحكمني وجع راس اذا ما باكل يلا جاي يا حبيبي يلا جايين انا وبطرس اوكي عيوني يلا دايما خي عادل حبيبي يا بطرس والله يا عم يومين ما باكل بس كيف طيبين كيف هالملوخيه بشرفك اي ملوخيه ولا اطيب من هيك بعدين انت ما بتعزمني الا عقل طيب اي مزوي انا على فكره خبروني عنه هذا المحل انه بيعمل ملوخيه كتير طيبه قلت انا بدي اجي انا وبطرس اكلها يا حبيب قلبي عليك هي ما بعرف يعني انا بشكرك كثير طيب خلينا نطلب الحساب ونمشي تاخرنا كمان متر تيجي كلمه ايه بدي اعزمك الحساب حبيبي تكرم عينك مول مارف اهلا وسهلا فيكم يلا دقيقة على السريع لأنه بدنا نفل بعدين ليك هالملقى ملقى هون حلو كتير كتير حلو كتير حلو بعدين كتير ملقى هون حلو ايه ايه وعدي ولذيذي وشمس هوا وشمس وأكل طيب شو بده الواحد أكثر من هيك تفضل مسيو مسي حبيبي لا والله ما بصير ما بصير بطرس بحياتي معزتك خلص ما بصير وحياتي عيونك وحياتي خلص أنا بطرس ما بصير قال أنا أبدا أدفع والله العظيم أنت يعني أنت عزمني ألف مرة خلي يا بطرس شو بيناتنا الحركة هي بدي هيدي معلش يا بطرس خليني حركات هلا هي معلش خليني أنا بدفع خلص طيب أوكي ضحكني يا بطرس صحتين بس مشي طيب مشي بون أبيتي ميرسي يا ميت هلا فيك يا بطرس إن شاء الله تكون انبسطت بالقعدة ما في فراتة خليهم لا حبيبي أكلكم كتير طيب ميرسي حبيبي صحيح سلم لي على الشيف ما بعرف شو اسمه بعدنا عم نهني لي إياه لأنه شو هالملوخية هاي يعني مش معه بتطير العقل مش معه يا أهلا يا أهلا الله يخليكم بهالهمة إن شاء الله بتعيدوها دايما حبيبي ميرسي حبيبي كلك ذوق شكرا إيه بطرس إيه حبيبي هلا الموعد ما لازم تأخر لا ما ضروري لأنه نحكينا جماعة قول أنا حكيتهم وما في يعني إيه شفتك قلت لهم الطريق وعجل سوري بس باقي 21,000 خلي لك يوم مرسي حبيبي كلك ذوق مرسي مرسي لك حبيبي مرسي يا حبيبي قصدي انه انا باقي 21,000 خليهم بخشيش حبيبي يا هلا فيك بكفي شو اخذناك وجبناك شي 100 مره معلوم الله يخليكم شكرا لك بس قصدي انا انه كلك ذوق يا حبيبي قال لك خليهم خذهم بخشيش طول عمرك شبرق فيهم الله يخليك بس لا ما بتعرفوا لعادل انت الاصلي مش هيك مسيو قصدي انا يا حبيبي خلص خليهم معلش عندك عائله دبر حالك فيهم خلص روح بس هي كلك ذوق ما اخذناك وجبناك شي 100 مره لك باقي 21,000 من اصل الفاتوره شو بكم الفاتورة 121 اعطيتونا 100 شو خلي لك اياها باقي 21 طبعا باقي انت ما انتبهت شو عطيتي انت 100 انا اعطيه 100 يا حي ها 100 وباقي 21 اوكي ايه جاب لي خلي لك اياها بطرس ايه معك 21 ها انا لا ما معك 21 ما حامل يعني اللي شو عم بتمتع فيها هيدي لك ساعه بدك تدفع الفاتوره انت هيك اجراءات سيسرونا اذا بتريدوا ما معك شيء ما معي طب ما معنا 21,000 شو بنعمل ايه قدامكم ثلاث حلول اذا ما معكم 21,000 في احتمالات يا شرطه في احتمالات عم تنكتوا علينا يا شرطه يا مطبخ يا ابو حديد شرطه ومطبخ فهمناها شو ابو حديد شو ابو حديد ولو مبين من اسمه ابو حديد يعني ابو حديد نعم خلينا على المطبخ اصبر تفضل من وين المطبخ مطبخ من هون يلا روح يلا شرف يلا مشوا من هون تفضلوا يلا من هون تفضلوا من هون ابو حديد حبيبي لا مطبخ على المطبخ
القطن يا. مساء الخير لكل المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج فيوتشر سبورتس، هالبرنامج اللي بيطلع عليكم أسبوعيا ليضمن آخر الأخبار المحلية العربية والعالمية، خاصة لكل محبي كرة القدم. اليوم رح نستفيد نحن وياكم ونستغنم فرصة وجود المحاضر الدولي ومرجع كرة القدم لكل العالميين، الأستاذ حلمي ملعب اللي موجود معنا داخل الاستوديوهات. بدنا نرحب فيك، مساء الخير. شكرا أستاذ فارس لهالمقدمة الجميلة، أعطيتني أكثر ما بستاهل. حلوة. مساء الخير لك ومساء الخير لجميع المشاهدين وما عم بيشوفونا ارضيا وفضائيا. تفضل استاذ حلمي. رح نستفيد من وجودك بلبنان، صار لك حوالي الاسبوعين موجود عم بتتابع مباريات الفوتبول بطوله لبنان. بدنا نحكي شوي عن وضع كره القدم عامه، الوضع اللبناني هيك، كيف شايف الفوتبول بلبنان وهيك تطلعاتك المستقبليه بلبنان؟ صراع محتدم مثل ما عم نشوف المباريات، عم نشوف تكتيك، عم نشوف خبرة، عم نشوف ند لند. عنا كمية مدربين كتير منيح، عنا لاعبين كتير ينبأ لهم بمستقبل باهر، وإن شاء الله مع الأيام اللي جاية بعتقد زميل فارس رح نستغني عن خدمات اللاعب الأجنبي ونتطلع ديركت للاعب اللبناني. حلو. باعتبارك مرجع، برجع بقول أنا بركز على الكلمة كثير، مرجع لكل الرياضيين، تفضلت وقلت أنه رح نستغني بالوقت القريب عن اللاعبين الأجانب ونركز على اللاعبين اللبنانيين، بعيدة بعدك شايفة؟ مش كتير يعني، من جد وجد. بعتقد هلا القيمين على اللعبه عم يعني ما عم يبخلوا باي نقطه عرق حتى يخلوا هالموضوع يقلع، يعني عرفت كيف؟ وان شاء الله. لا انا شايفها يا حي هونيك، اذا بتطلع هيك شوي على الجنب قريبه، قريبه جدا. طب باعتبارك صديق الرياضيين، معروف عنك مرجع دولي ومحاضر دولي، كنت اصحاب انت وبوبي تشارلتون وفونتين وبيكن باور وبيلي وكل هاللاعبين الكبار، خبرني شوي شو بينقصوا اللاعب اللبناني ليكون موجود بالملاعب العالميه؟ بنعرف عنا رضا عنتر موجود بالمانيا، قد ايه بعد تتصور هيك فينا نشوف عدد لاعبين لبنانيين بالخارج؟ زميل فارس، في لعيبه كثير بمستوى رضا عنتر موجودين عنا هون بعدهم، بس ناطرين الفرصه بشكل افضل ليطلعوا لبرا. خليني اقول لك شيء، انا يلي سميتهم منهم اصحابي، بس انا كنت وعيت عليهم، اللي لحقتهم، لحقت باكن باور، قريت عنه، شفته. انا متيم بالفوتبول، انا عاشق الفوتبول، يعني مثل ما قلت لي خبير، يعني الله يخليك كلمه كبيره علي، بس انه يعني حضرت بمعظم الدول العربيه، كان عندي محاضرات باوروبا كلها، رحت على امريكا هلا على مستوى الفوتبول الجديد، يعني اعطيت كذا محاضرات لعده نوادي، لوس انجلوس، كاليفورنيا، كلها بهذيك المنطقه، وجيت انعرض علي عقد بالخليج بفتكر، ورفضته لانه جيت بدي اتفرغ لبلدي، لفرق اللبنانية، لمنتخب لبنان. يعني كبير يا أستاذ، الله يخلي لي إياك أستاذ فارس. كبير كبير. طيب كنا عم نحكي عن اللاعبين الأجانب سميناهم، هيك آخر سؤال بدي أسألك، اللاعبين بعدك عم بتشوفهم؟ يعني أحيانا لما بنعزم على تشامبيونز ليج، لما بنعزم على الويفا كاب، لما كأس العالم، تعرف الأخيرة كنت بكوريا واليابان، قعدت يعني انا وميشيل بلاتيني، وقعدنا نحن وباكن باور والنخبه، حتى كارل هايز رومانيجي كان قاعد قدامي صف، ولا وراي، لا وراي كان وراك. انا كنت قاعد قدامه، بتعرف لانه بالخبره انا اكبر، هيك بنتحدث، بنجيب السيري هيك من وقت لوقت، يعني لاعبين كبار. امل بانه اللاعبين بلبنان يطلع عنا نوعيه مثل باكن باور، مثل بوبي مور، مثل بوبي تشارلتون، مثل فافا، مثل جوست فونتين، مثل كل اللعيبه. استاذ حلمي، نحن بالنهاية بدنا نشكرك، وأكيد رح يكون لنا لقاءات معك كتير كتير لنستفيد من خبرتك الكبيرة، وبرجع بقول أنا رح تكون مرجع عن الأراد لكل هالشباب الطالعين بعالم كرة القدم اللبنانية. بشكرك أخ فارس، بشكر تلفزيون المستقبل اللي أتح لي الفرصة أني طل عبره، وإن شاء الله لنا لقاءات عديدة رح تكون. شكرا لك. شكرا. كانت منيحة المقابلة. لا اجمالا اضطرقنا لاشياء كثير، يعني نحن بس يا ريت كان معنا وقت اكثر. كنا ان شاء الله. مساء الخير كابتن فارس. مساء الخير، كيفك؟ اهلا، ماشي الحال؟ مساء الخير كابتن، بتعرفه؟ معك شو؟ لا انا بصراحة، انا بصراحة كنت واقف هون عم بحضر الحلقة لأول مرة، سمحوا لي اجي احضرها لايف، لانه انا متتبع من المتتبعين حضرتك كابتن فارس. تسلم تسلم. والبرنامج فيوتشر سبورتس
سبورتس متابع. والكابتن الكابتن حلمي انا اشد المعجبين بحضرته. الله يخليك يا رب. كابتن انا بدي حب اسالك بما انه حضرتك خليني اعرفك عن نفسي اول شيء. تفضل تفضل. اسمي شوكت ملاعق. شوكت ملاعق اهلين. نعم. والبركه يا هلا فيك. نحن من السكاكين من فوق. ايه اهلا اهلا فيك. اهلا فيك كابتن. كابتن بدي استشيرك بشغله. تفضل. انا بما انه حضرتك من الناس اللي كثير فاهم بهاللعبه بالفوتبول يعني وحضرتك ضليع بالفوتبول. نعم نعم. واي سؤال ما بيك عليك عن الفوتبول. نعم نعم فعلا يعني مرجع حضرتك بالفوتبول. الله يخليك. اي شيء ممكن تنسال عنه بخصوص الفوتبول بتعرف عنه. كل شيء طبعا طبعا فعلا. صح عندنا دورات عم نعمل دورات وعم ندرب طبعا 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 باكن باور وكل من هو انا كله عم بسمعك. شفت الحلقه من اولها طبعا. انا ما بقفي حلقه من يفهم فيوتشر كبير سبورتس كبير. الله يخليك يا رب. طب في هالشغله جبت لك اياها معي يا عيب الشوم حذب حاله يعني معود اصلا انت على الهديه يعني. والله بيجيني كتير يعني هيك شيء. الله يخليك حبيب قلبي. ما في لزوم كان تعذب حالك اخ شوقي لانه شوكت حبيبي. كابتن انا لا في شغله بدي اسالك عنها يعني شغله هيك بدي استفسر عنها بما انه حضرتك ضليع بالفوتبول. طبعا انا حاضر وكل سمع واذان صاغيه لجاوبك. اذا عندك اي مشكله استاذ حلمي. لا 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 في أي مشكلة في إزعاج. أهلا وسهلا فيك حبيبي. ولو سيد سيد حلمي تفضل. المشكلة أنا السؤال بدي أسألك. إيه تفضل اللي شو السؤال. في عندي هاي طابة الفوتبول بما إيه إنه حضرتك مرجع وبتفهم. المشكلة فيه إنه كل ما أنفخها بعد خمس دقائق بتنفس مثل عجيبة. بنفخها كابتن بترجع بخمس دقائق بتنفس. بما إنه حضرتك مرجع حب بس بلكي تفسر لي إنه ليش بتنفس. هذا السؤال؟ نعم. ايه نحن بعدنا على الهواء سيز. لا لا نحن هلا مش على الهواء. قطعنا الهواء؟ ايه خلص. شو قالوا لك عني بنشرجي انا؟ لا حش قدرك كابتن. شو بتنفخها من هون وبتنفس من هون؟ عم بحكيك انا تشامبيونز ليج وويفا كاب. نعم. وورد كاب. بعرف. ودوري اوروبي واسباني والماني وايطالي. متابعك انا. عم تيجي تقول لي بتنفخها من هون وبتنفس من هون؟ يعني عم نكها عليها يعني قلنا بدنا خبير يفهم فيهم يعني. ولا شو هيدي بتاخذها لبنشرجي بنفس لك اياها بينفخ لك اياها من محل مسدودي بيحط لك جلده. مين فوته لهون؟ انا فكرته معك. لك هيدا الان طالع الا طالع. استاذ حلمي روق شوي. الحق روح. معقول؟ مرجع كبير. مرجع. لا يمل. لا يمل. قالوا عني أني قالوا عباس شو خي عادي؟ فيني اقول لك شغله بس ما بتزعل مني؟ ولو عدول شو في؟ معلش حابب صارحك بشغله. لو اجت واقفه شوي بس خيي ما بقى قادر بدي اقول لك اياها. حبيبي عدول لا ولا همك قول خيي. عباس عندك خصله بشعه بسواتك مش معقول. ليه ولا عم. ابشع من هيك. يي ليه ليه؟ هياني في احلى منها سواقتي لك ما اروقها. ها؟ لك كيف خفي؟ ما دخل هاي عباس. شو لك ها؟ شو دخل التخفيف فيه؟ لك شو شايفني عم دوبل عن حدا طيب؟ حياتي ما دوبلت عن حدا. لا 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 عباس لا لا يا خي شو عندك خصلة ولا أبشع من هيك بسواقتك يا زلمة ما معقول. بعدل سرعة ما بسرع. إذا فايت على اليمين بعطي إشارة على اليمين. شو الخبرية يعني ما عم بفهم أنا عليك خيين. شف خي لحظة صغيرة لحظة. شفتني شي مرة ضربت فريم وإجا راسك بالإزاز؟ لا. شفتني شي مرة تعديت السرعة المطلوبة اللي لازم تكون؟ لا ما لا. طيب شفتني شي مرة تلاسنتلي مع شي بوليس؟ لا قديش حلو تلاسن مع بوليس يعني. لا انه معناته الحكي يعني يا اخي شفتني شي مرة فتت بعكس السير؟ لا هيدي الواحد يحكي الدغري. انا دايما بعترف انا دايما بقول لك يا عباس خلص زموط بعكس السير. بتقلي انت لا انا ما بمشي بعكس السير. طيب عالم منيح. يحكي الدغري الواحد. حبيبي شفتني شي مرة مسرع وطلعت من فوق المطب وطبيت بو هيك؟ لا لا يا عباس لا لا خفيف ولا لا؟ بلا بتخفي. طب عالم منيح. بس عندك خصله ولا ابشع من هيك. ما عم انت ما عم تنتبه لعباس لحبيبي. لحظه صغيره ما تضلك تقلي عندك خصله وعندك في شيء. مره ما مرقت حدا اذا بكون شايف المراه او الزلمه يعني بعد 100 متر بخفف له بتوقف مزبوط. طيب في شيء مره شفتني تلاسنت لي انا وحدا انا
عادل أدي لك تعرفني زمان زمان بلشت تنكرزني بلشت تنكرز خلص بليها خي يا خي أدي سألك تعرفني لا فتحت الحديث أنت يا عادل زمان عباس طيب في شي مرة إجوا قالوا لك عباس عمل حادث بسيارة لا يا خي عباس ضرب فلان بالسيارة لا طيب عالا شو الخصلي لك عباس عن جد إذا عصبتك أنا بليها بس يا خي مش عصبتك أنا بما أني صاحبك وحاب قلك يعني بصراحة يا عادل يا حبيب قلبي انا اغلب الاوقات عم كون معك يا عباس عادل شفتني شي مره وقفت بمحل ممنوع الوقوف لا شفتني شي مره صفيت دبل بارك صفتين لا لا ما بتصف صفتين وقلت نازل جيب لي غرض واجا يا عباس خي عندك خصلة انت بسوقتك هي ولا ابشع عادل حاج تقلي ولا ابشع بقى حياتي ما اكل زبط يا زلمه اللي 22 سنه بسوق ما اكل زبط حراجع حدا يقول لي انك انت خالفت بهالمحل او كذا شو ليك ليك ما احلاني ليك ليك العالم كله بتطير ليك انا ما احلاني عم ما دخل عباس ما دخل هيدا لانه انت نيقه بسواقتك وبتحافظ على سيارتك وانت اصلا ما بتحب السرعه بس برضو انت عم بتسوق بهالسرعه هيدي مش ماشي 20 ايه عندك خصله ولا ابشع عادل بحياه عادل على الغالي شي مره قلعت تقليعه مثل ما بيقلعوا هول اولاد المنظومين لا لا شي مره هيك خلا ما عم تفهم علي عباس ما عم تفهم ما هيك انا ما عم بحكيك على هيك شو عم تحكيني لك ما زال لا بسرع وما زال لا بخالف ولا بتلاسن انا وبوليس وبعطي اشارات وبحترم قوانين السير وما اكل زبط بحياتي عشان بتفلسف لي لك انا انت وتحكي ما عم بتفلسف شو هالعادي السيئه اللي لحقني فيها بدك اقول لك يعني يا خيي قول ما عم نتشارع عم نحكي عم نتشارع ولا عم نحكي لا عم نحكي يا خيي عباس انت خصلتك البشعه خيي انت طالما انت عم بتسوق طالما اصبعك بمنخارك يا زلمه شو ما بتنتبه على حالك ما بتنتبه على حالك عم نازل عزيل شو قصتك ما انتبه في عالم عم تقشعك بعدين انا معك ما اقدر كمان عالم عم طلع فيي بدي اقول له هذا مثله هلا هيك صارت ولا عادي ولا ابشع من هيك خصلي يا عباس هلا هربنا من كل قوانين السير وطلعت زميت من كل المخالفات طلعت وحط اصبعي بتمي بالخارج منخارك يا ريت بتمك ماشي الحال يا عادل انت على طول هيك بتعتني على طول بتعتني يا عادل لاوقات بتطلع فيك بما مختفي اصبعك ما مبين ايه بعرف مختفي شو فيها اذا شطفت الدرج شي مره شطفت الدرج عزيل ما نازل شطف متواصل ما خصنا يا وطن اجرك معلش علي المشي معك انا ما عم بفهم شو عم تحكي خليني اطلب لنا شاي بشرفك شو رد سيب سيبنا بس قطيع على تقطعك من بين المنخرط نزل فيها عينا ما عاد ابو عكا نزل منك شو اللي زلعومه نحاش الخشبي شو عم بتشتشي؟ ما تشتشت انت علي جايين لسه نسيت شو بدي قله منيح خليها هون معلش معلش نزل ايدك شوي لك انت خليها هون هلا بقول لك كيف بينزلوا ايدهم ليك يا بتشيل ايدك شوي معلش حبيبي ما رح شيلها خليها هون هلا الا عازي هي طول بالك انت شو بدك شو بدك الا عازي ايدك من مخارة طيب خلاص ما شو مجوال بشكرك اخ فارس بشكر تلفزيون المستقبل اللي اتاح لي الفرصه اني اطل عبره وان شاء الله لنا لقاءات عديده رح تكون شكرا لك شكرا حلو كده ايه لا منيحة يعني حكينا كل شيء تقريبا مساء الخير بس الود عفوا هذا الميكرو تاخذوني عفوا كابتن معك الشاب عفوا معي ولا ضد نحن مش على الهواء يعني هذا عفوا كيف هذا الميكرو كيف بيتزبط مهندس مهندس انت كيف فتت يا ابني لهون من الباب ايه بعرف من الباب بس مين سمح لك تفوت كابتن لما راح الميكرو ما عم يقدر يحطه تعال زبطه خلص السيتش